القرفان مش عارف شو تسوي بدك شي سبيلي صاحبك المهوي لا تفهمني غلط انا مش قصدي اهوي بس اللي شفته عم اضوي ركز معي دخل ختيار مكحكح على المغفر وقال لهم بدي اشكي على ابوي بضل يضربني استغربوا راحوا جابوا ابوه اللي هو يا دوب قادر يمشي قالوا ليش يا حجي بضل تضرب ابنك قال لهم هو بضل يعذب سيده واحدة بتقول لجوزها نيالها جارتنا رشا كل ما بطلع جوزها من البيت لازم يبوسها نفسي تعمل زيه قالها يا ريت فكرك رشا بتقبل مسطور راح الحج سكن مع النسوان ليش لأنه طالع يحج عن أمه